السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. حبيباتي أحلى متتبعات من تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر وكل العالم العربي، اليوم جيتكم بفيديو حبيت نعرفكم باللباس التقليدي التونسي. كما نعرفوا كل بلاد عندها لباس تقليدي خاص بها، بالنسبة لتونس يتسمى اللباس التقليدي متاعنا الفوتة والبلوزة، هذا معروف من قديم الزمان وقبل كان يكون متروس بالعدس والكونتيل، لكن توا مع التطور وتبدل كل شيء، ينجم يكون مطروز بخيط مذهب بخيط فضي، يعني دخلوا عليه برشا حاجات. هوني جبت لكم موديلات 2021، ان شاء الله يعجبوكم لي موديل اللي حطيتهم لكم. توا باش نقول لكم ما تنساونيش فضلا وليس امرا في لي جيم ولي كومونتير والبارتاج وبالطبيعه الاشتراك باش يوصلكم كل ما نهبط فيديو جديد. وكان عجبكم النوعيه هذه نتاع لي فيديو، كما تعرفوا القناه نتاعي راهي متنوعه، نجم نعمل لكم فيديو اخر بموديلات اخرى، وان شاء الله من هنا القدام نحط لكم في بعض الاحيان العادات والتقاليد نتاعنا التونسيه. توا باش نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.